تحط سخنة على النار أو حلة أو صينية وفيها شوية من الزيت، وممكن نحط لها زبدة، بس دي مسقعة وفيها زيوت، فأنا هلغي الزبدة يا رغدة من اللحمة المعصجة. الحالة الوحيدة اللي ممكن تتحط لها إن أنت لو معصجة اللحمة أصلا وشايلها بزبدة، فما عنديش أي مشكلة، نحط شوية زيت ونحط بقى المكونات عليها علشان نزود الكمية. لكن لو حضرتك لسه هتعمليها من جديد يبقى هنلغي الزبدة خالص وهنعصج بزيت. طيب ما قدرنا، بتقول إن إحنا معانا إيه؟ نص كيلو لحمه مفرومه، هحطها في شويه الزيت اللي في الوك اللي اتقدح ده كده ونعمل كده. بصل مفروم، فلفل الوان مفروم، ثوم مفروم، وفلفل حامي مفروم، معلقه كبيره من صلصه الطماطم البوريه، وشويه زيت وحبه بهارات لحمه، ورشه جوزه الطيب وكمون وملح وفلفل اسود. حبه زيت اهم على النار، نزلت اللحمه تاخد الصدمه بتاعتها عشان ما تطلعليش سوائل وتحتفظ بالعصاره بتاعتها بالشكل ده كده، رشه من الفلفل الاسود عشان تطلع لي روايح حلوه، ومجرد ما اللون بتاعها اتغير كده انزل بايه؟ ننزل بالثوم، فلفل حامي مسقعه، يعني فلفل حامي علشان تبقى ان هي ما شاء الله عليها كده، حبه كمون وكتري علشان يدينا ريحه حلوه قوي تطعيمه تجنن، مقادير الصلصه كمان معانا على الشاشه، ثوم مفروم، صلصه طماطم مسبكه، معلقه صلصه طماطم بوريه، ومعلقه صغيره من السكر عشان ما تبقاش حاميه علينا، شويه زيت وحبه خل وملح وفلفل اسود. لا يا رغده هنا في غلطه، الله اكبر عليكي، قالت لي هنشيل الفلفل الاسود، صح كده، مسقعه يعني كمون. بصوا كده هنا روايح الثوم والفلفل مع شوية الكمون اللي حطيناهم مع اللحمة ورشة الفلفل الأسود تجنن، قلبق الدنيا خالص. البشاميل بتاعنا طبعا مقاديره كمان على الشاشة، وبتقول ايه؟ معايا لتر ونص حليب أو لتر واحد، وممكن نزود الباقي مثلا شوية مية سخنين، معانا زبدة وشوية زيت، وطبعا دقيق هنعمله بطريقة أمهاتنا النهاردة، رشة جوزة الطيب وملح وفلفل أسود. طيب ريحة اللحمة نفسها أصلا تجنن، شايفين حبة اللحمة الصغننين دول؟ ده كده يا نونا هيعمل لنا طاجن كبير. ده انا بص بقى هقول لك ايه، بص المنظر كده، يعمل لنا طاجن كبير، وكده كمان يعمل لنا طاجن اكبر، والحشوة تبقى تمام وزي الفل، والتطعيمة بتاعتها تجنن. شفتوا الكمية؟ ومش معنى ان احنا حاطين كمية البصل والفلفل دي يبقى حضرتك مش هتحسي بتطعيمة اللحمة، لا مفيش الكلام ده، هتلاقيها معاكي زي الفل. شوية البهارات بتاعت اللحمة، رشة من جوزة الطيب، وممكن تشيليها ما تحطهاش بالشكل ده كده، الملح بتاعنا. يبقى ادي اللحمة المفرومة بتاعت المسقعة. طيب فين التكايه بقى اللي احنا عملناها؟ ما دي كده يعني لحمه مفرومه معصجه زي اي حاجه، برضو يا نونا انت دايما بتحط لها بصل وبتحط لها ثوم وبتحط لها فلفل علشان الكميه تكتر، النهارده بس الفرق فيها ان انت حاطه لها رشه جوزه الطيب، وممكن كمان بتحطيها في اي مكون من المكونات. ايه التكايه اللي هتعمليها في اللحمه المفرومه بتاعت المسقعه تنقلها لحته تانيه خالص وتمشي مع المسقعه؟ التكايه هتحصل دلوقتي بعد ما اعمل الصلصه، بعد ما اعمل الصلصه، حبه من الزيت، بسم الله، حله عندي سخنه، هنزل بالثوم، وخلوا بالكم عشان الحله سخنه فالثوم هيبدا ان هو يتشكشك معايا على طول بالشكل ده كده، اوعي 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 ياخد لون، اوعي ياخد لون كده، بسم الله كده، الخل حامي كده، الخل حلو، لكن لو الخل بارد ومش هيديكي الريحه والطعم اللي انت عايزاه هتلاقي اكنك حطيتي حبه ميه، مش هيديكي الطشطشه دي كده. تمام، صلصه الطماطم اللي هي البوريه، طلع الروايح الحلوه كده، ارجع بعد كده معلقه الكمون عشان اخد روايح حلوه اكتر، وادي معلقه السكر علشان الحموضه بتاعت الصلصه. يا روحي على الجمال، روايح قلبه الدنيا. الناحيه الثانيه اللحمه بتاعتنا، يا
بالشكل ده كده ما شاء الله، اللهم بارك. الصلصه الناحيه دي، التومه لما طشيناها بالخل وحطينا عليها صلصه الطماطم البوريه تمام وزي الفل. ناقص احط عليها ايه؟ ناقص احط عليها الطماطم المسبكه عشان اخد صلصه المسقعه اللي انا عايزاها. بسم الله. ده ايه الجمال اللي احنا عاملينه النهارده ده؟ حطينا كمون، توم، شويه زيت، صلصه الطماطم البوريه تمام وزي الفل. نحط حبه الملح، ما تحطيش فلفل اسود في الصلصه بتاعت المسقعه كده. تمام جدا. طبعا هي متسبكه فانا هشيلها من على النار لان كده يعتبر بالنسبه لي خلصت. بصوا بقى التكايه دي، اللحمه المفرومه بتاعت المسقعه. اعمل كده، متخافيش. شفتوا؟ خدت كبشتين كده ولا ثلاثة علشان أطعم اللحمة. حد كده هيقول لي من ست الكل اللي قاعدة بتتفرج علينا، طب ما احنا كده كده أصلا هنسقي المسقعة يا نونا، ما احنا هنسقي البتنجان دوت بالصلصة دي من قبل ما نحط البشاميل. اه يا ست الكل، بس لما بتبقى اللحمة شاربة من الصلصة بالخل والثوم والكمون والتوابل الحلوة بتاعتها دي بتبقى تطعيمتها احلى من ان حضرتك ترصيها وتروحي رش عليها صلصة من فوق كده، ما بتلحقش ان هي تقوم معايا. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ نسخن صينية كمان او حلة كمان عشان نعمل فيها البشاميل ويطلع معانا زي الفل. طيب ادي الصلصة بتاعتنا اهي متملحة ومتكمنة وايه وتمام وزي الفل. نغطي ونسيبها على جنب. البتنجان بتاعنا اهو، اللحمة بتاعتنا ماشية تمام وزي الفل جدا، وريحتها تقلب لك العمارة، الريحة بتاعتها تقلب لك العمارة. كل الناس هتبقى عمالة تسأل انت عاملة ايه؟ طب انت عاملة فتة عشان الخل والثوم اللي انت عاملاه ده، ولا عاملة مسقعة، ولا ايه الريحة الحلوة اللي طالعة من عندك دي؟ مش هيبقوا عارفين انت عاملة ايه. جوزك وولادك نفسهم وهم جايين من بره كده وبيفتحوا باب الشقه هيبقوا داخلين عليكي على طول، تحس ان هم ايه متنومين مغناطيسيا كده داخلين، وانت عامله ايه؟ الريحه الحلوه دي. زي ما كلنا ما بنعمل، ما بنخش باب الشقه كده لو انا رايحه عند ماما مثلا وافتح باب، وانت عامله اكل ايه؟ في ريحه كده جايبه من اخر البيت من تحت، طول ما انا طالعه شامه ريحه حلوه، الريحه دي من عندنا. هم هيعملوا كده. امشي على المسقعه باللحمه المفرومه زي ما انا ما عاملاها النهارده كده، اوعدك ان بصي وعد شرف ان انت لو عملتيها بالطريقه دي مش هيبطلوا يطلبوها منك، وفي نفس الوقت انت هتزهقي من كتر ما هم ما بيقولوا لك احنا ما بنعرفش ناكلها الا من ايديك. طيب هنعمل ايه؟ هبدا ان انا احط هنا كده حبه من الزيت، وعندي الزبده هقدحهم واحمر. ادي وزي ما حضراتكم شايفين كده حمرنا الدقيق مع شويه زبده وشويه زيت، واهم حاجه يا رغده كميه الزبده والزيت تبقى ايه؟ الله ينور عليكي. كميه الزبده والزيت او المواد الدهنيه عموما، هتعملي بزبده بس، هتعملي بسمنه، هتعملي بزيت، اهم حاجه يكون اكتر من كميه الدقيق. يعني لو حضرتك عامله 4 معالق دقيق او 5 معالق دقيق بنحط عليهم 6 او 7 مواد دهنيه علشان يتحمر وياخد براحه، عشان لما حضرتك تيجي تضيف الحليب سخن ساقع متلج جايباه من الفريزر ما يكتلش معاكي، ما تقدريش بعد كده او ما تضطريش بعد كده تطلعيه تضربيه في الخلاط او ان هو يكتل معاكي او تلاقيه ان هو مش مظبوط ومش تمام. بص المنظر كريمه اهو، يبدا يتقل معانا وتمام وزي الفل. شويه ملح، شويه فلفل اسود، حطينا رشه جوزه الطيب، مش عايزه تحطيها ما عنديش مشكله. بصوا بقى انا هعمل حاجه، المفروض ان انا محضره جبن علشان تتحط على الوش. انا مش من هواة ابدا ومش من مدرسه ان
الجبن تتحط على الوش. ليه؟ علشان لو فضلت شويه وبردت، مهما تسخنيها في الميكروويف، مهما تسخنيها تاني في الفرن، عمر الجبن ما هترجع تسيح وتديكي المطه اللي حضرتك عايزاها. لكن لما نحطها في البشاميل ايه اللي هيحصل؟ هتبقى سايحه تمام وزي الفل. لو جيتي سخنتي بعد كده المسقعه او ايا كان، بتعملي مكرونه بالبشاميل، بتعملي نجريسكو، ايا كان حاجه فيها بشاميل وحطيتي الجبن جوه البشاميل نفسه، لما بتيجي تسخنيها بتبدأ ان هي تسيح، تحس ان هي جوسي، تطعيمتها مش مجلده. علشان كده بقول دايما ان الجبن تتحط جوه البشاميل لو هتحطيها، مش هتحطيها ما تحطهاش على الوش علشان ما تنشفش معاكي. وحاجه تانيه كمان، سواء مسقعه، مكرونه فرن، نجريسكو، جراتان بطاطس، جراتان كوسه، ايا كان حاجه عليها بشاميل من على الوش، ما بنحطش بيض ولا في البشاميل ولا على الوش بتاع البشاميل. حته ان بيضايه جوه او بره دي ما نحطهاش خالص علشان ما تديناش زفاره، وفي نفس الوقت ما تجلدش وتبقى عامله قشره مش حلو. طيب كده البشاميل اللي ماشي معايا تمام وزي الفل، مش مكتل ولا اي حاجه، حضراتكم شفتوا ان احنا حمرناه كويس قوي وتمام جدا. طيب البتنجان اهو، وادي اللحمه المفرومه بتاعتنا بالشكل ده كده. بصوا هعمل ايه هنا، شفتوا اللحمه كانت قليله ازاي، ولما حطينا عليها الفلفل والبصل زادت ازاي. ده احنا خدنا كمان منها للمكرونه، احنا خدنا كمان منها للمكرونه بالشكل ده كده. بصوا بقى بعمل ايه هنا، بروح جايبه كده بالشكل ده، واروح واخده من البشاميل كده عشان تبقى كلها متطعمه مع بعضها، وارجع اروح واخده البتنجان. بحب بقى طبقه البتنجان اللي من تحت اللي في الارضيه تبقى مش تقيله قوي او مش كتيره، لكن بحب ازود الطبقه اللي فوق الوش بالشكل ده كده. شايفين الشكل عامل ازاي؟ طاجن يفرح بالمنظر ده كده. وارجع واقول ممكن ان احنا ما نقلهوش في زيت، ممكن ان احنا ندخله الفرن مع رشة زيت واحدة هيطلع معانا تمام جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. كل حاجه مستويه، فانا مش عايزه ان هو يبقى من تحت شغال الفرن، لا انا عايزه بس من فوق اللي هو الشوايه، انا عايزه بس ياخد لون. لكن كل حاجه عندي مستويه، بتنجان مستوي، كوسه لحمه مفرومه مستويه، البتنجان والبشاميل تمام، مش عايزه اي حاجه تانية.